السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في هذه الدورة الخاصة بشركة سيسكو والتي تسمى بCCNA، بدون طبعا Routing and Switching، فقط CCNA. وفي البداية سوف أتحدث عن شركة سيسكو قبل الحديث عن هذه الدورة وأهميتها ومحتوياتها والفائدة منها إلى آخره. إن شركة سيسكو هي شركة تسمى بسيسكو سيستمز، هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات، مقرها في ولاية كاليفورنيا، وذلك في مدينة تسمى بسان هوزي. الاسم غريب قليلا، ولكن أتوقع التسمية إسبانية. إن شركة سيسكو تنتج العديد من أجهزة الشبكات والبرامج وأجهزة الاتصالات والعديد من المنتجات والخدمات ذات التقنية العالية. وبالنسبة لهذه الشركة، مثلها مثل أي شركة أخرى، لها منافسين، وأهم الشركات المنافسة لها حاليا في الواقع هما شركتين، جونيبر وهواوي، بالإضافة إلى شركة HP أيضا. يوجد لها منافسين كثيرين، حتى أن فيسبوك ينافسها في بعض المنتجات الخاصة. وهذه الشركة أيضا تقدم العديد من المنتجات والحلول والخدمات، Products, Solutions, Services. ومن أشهر هذه المنتجات والخدمات أهمها أجهزة الشبكات أو ما يسمى بنتوركينج، ومثال عليها أجهزة السويتش والراوترز. ولها أيضا منتجات في الاتصالات اللاسلكية، وأشهرها أجهزة الأكسس بوينت وأجهزة الكنترولرز التي تتحكم بأجهزة الأكسس بوينت. وأيضا لها باع طويل في مجال الأمن والحماية security. ومثال على الأجهزة التي تنتجها في هذا المجال أجهزة الجدران الحماية أو ما يسمى بفايروال، وأجهزة IPS قديما وحاليا تم تسميتها بنكست جينيريشن IPS. ومن منتجاتها أيضا في مجال الاتصالات الاجتماعية أو الجماعية أو ما يسمى بكولابوريشن، لديها أجهزة خاصة بذلك تسمى بالكول مانجر. ولها أيضا أجهزة وبرامج خاصة بالديتا سنتر أو مكان تجميع البيانات في المؤسسة، ومثال على هذه الأجهزة هي أجهزة السيرفر والديتا ستورج. وأيضا لها برامج خاصة بتحليل البيانات أو ما يسمى بأناليتكس. ولها أيضا مثال على هذه البرامج التي تستخدم لتحليل البيانات، البرنامج الشهير سيسكو دي ان اي. وأيضا لها تخصص أو أجهزة متخصصة بالمحادثات المرئية، مثل أجهزة الاي بي فون المطورة والتي لها أيضا كاميرا. وأيضا دخلت هذه الشركة في مجال الانترنت اوف ثينجز أو الانترنت الأشياء، ولها أنظمة تشغيل تعتبر قديمة و قوية جدا جدا، تعمل في أجهزة الراوتر وأجهزة السويتش، ومثال عليها أنظمة الاي او اس وأنظمة الان اكس او اس وأنظمة سيسكو ون. لقد تم إجراء تحديث كبير على مسار الشهادات الخاصة بهذه الشركة، فقد تم إلغاء الكثير من الشهادات واستبدالها بشهادات جديدة وبأسماء جديدة وأرقام جديدة طبعا. فمثلا في النظام القديم، هذا هو النظام القديم للشهادات الخاصة بسيسكو ومستوى الشهادات الذي كان يتدرج من الانتري ليفل الى الاكسبيرت ليفل، مرورا بالاسوسييت ليفل والبروفيشنال ليفل، كان ما يسمى بشهادة السي سي ان اي، سيسكو سيرتيفايد نتورك اسوسييت. ولهذه الشهادة كان لها 8 انواع تقريبا، وكل نوع متخصص في مجال معين. فمثلا شهادة السي سي ان اي راوتينج اند سويتشينج كانت متخصصة فقط في أجهزة الراوتر والسويتش. إن كنت تريد أن تدرس في مجال السيكوريتي فيجب أن تدرس السي سي ان اي الخاصة بذلك وهلما جرى. التطور الكبير الذي حصل على هذا المستوى وهو مستوى الأسوسييت أنه قد تم الدمج كل أو إلغاء كل هذه الشهادات، كل أنواع السي سي ان اي الموجودة هنا، واستبدالها بشهادة واحدة فقط اسمها السي سي ان اي بدون أي إضافة. طبعا حصل أيضا تطور على مستوى البروفيشنال في السي سي ام بي، سواء سيكوريتي أو والراوتينج اند سويتشينج، من حيث عدد الاختبارات اللازمة للحصول على هذه الشهادة. فبالنسبة للنظام الحديث او الشهادات الجديدة لسيسكو، فقد تم او يوجد لدينا 5 مسارات. المسار الاول يسمى بالانتري او مستوى الدخول، والمسار الذي ياتي بعده مستوى الاسوسييت، والمسار الذي يقع بين الاسوسييت والبروفيشنال يتوسط بينهما يسمى بسبيشاليست، وهذا يعني انك يمكن ان تتخصص في مجال معين مثل الكولابوريشن او الديتا سنتر او السكيورتي. والمستوى الذي يقع بعد السبيشاليست هو مستوى البروفيشنال او الاحتراف.
ثم يأتي لدينا مجال الإكسبيرت أو مستوى الإكسبيرت أو الاحتراف أو الخبرة. فإذا هنا مستوى الانتري الدخول، أسوسييت أوف ديبات سبيشاليست التخصص، بروفيشنال الخبرة أو الاحتراف، والإكسبيرت هو الخبرة. وآخر مستوى والذي نادرا أو هذا المستوى له شهادة واحدة وعدد الحاصلين على هذه الشهادة قليلين جدا، وهو مستوى الأركيتكت. الآن لندرس هذه المستويات أو نأخذ صورة عامة عن هذه المستويات بشكل سريع. بالنسبة لمستوى الانتري يوجد فيه شهادة واحدة تسمى BCCT، وبالنسبة لمستوى الأسوسييت يوجد فيه ثلاث شهادات، شهادة CCNA لم يعد اسمها Routing and Switching، فقط شهادة CCNA، ويوجد أيضا شهادة سايبر أوبس وشهادة ديف نيك. وبالنسبة لمستوى البروفيشنال أو أو الخبرة، فيوجد العديد من شهادات CCMP. لدينا أهم شهادة CCMP خاصة بأجهزة الراوتر والسويتش، وهي CCMP Enterprise، بالإضافة إلى شهادات CCMP Collaboration و CCMP Data Center و CCMP الخاصة بديف نيك. وأيضا لدينا مستوى الخبرة أو الإكسبيرت، وفيه العديد من شهادات CCIE. طبعا وفي هذه الدورة سوف نركز على شهادة CCNA أو الواقعة في مستوى الأسوسييت. CCNA فقط بدون Routing and Switching، الإصدار الأول أو Version 1. الآن لننتقل إلى المستوى الواقع بين الأسوسييت والبروفيشنال، وهو مستوى الSpecialist، والذي يحتوي على العديد من الشهادات الخاصة بالCollaboration والData Center والInternet of Things. جاء الآن الحديث بشكل معمق أكثر عن هذه الدورة التي سوف ندرسها، وهي شهادة CCNA ذات الكود أو الرقم 200301. فإذا هي اختصار لسيسكو سيرتيفايد نتورك أسوسييت CCNA الإصدار الأول. هذه الشهادة الكود الخاص بها للاختبار أو لها اختبار، الكود الخاص به رقمه 200301. مدة هذا الاختبار هي 120 minutes، ويمكن أن يضاف لها 30 minutes للمتقدمين الناطقين باللغات غير اللغة الإنجليزية. عدد الأسئلة بحسب موقع سيسكو يتراوح بين 60 و70، ولكن في الحقيقة عدد الأسئلة بحدود 100 سؤال. معدل النجاح أو من أجل النجاح في الاختبار الذي يتألف من 1000 درجة، دائما المعدل يتراوح بين 800 و850، وذلك يختلف من طالب إلى آخر أو من اختبار إلى آخر، فعلى الأغلب هو رقم بحدود 825. طبعا هذا الاختبار متوفر بلغتين فقط، وهي اللغة الإنجليزية واليابانية. إن تأخذ أو إن تنجح عزيز الطالب في الاختبار، فإنك سوف تحصل على شهادة مدتها 3 سنوات. في خلال هذه 3 سنوات، إن حصلت على عمل وإن انتهت الشهادة بعد ذلك وحاولت التقديم على عمل في شركة أخرى، فلن تسألك الشركة الأخرى عن صلاحية الشهادة، وإنما سوف تسألك عن شهادة الخبرة التي حصلت عليها من الشركات السابقة. أما في خلال 3 سنوات بعد أن اجتزت الاختبار لم تحاول أن تحصل على عمل ولم تحصل على عمل، فلن تستطيع بعد أن تنتهي مدة الشهادة من أن تحصل على عمل كشخص مستجد وليس لديه أي خبرة، ويجب أن تعود من جديد وتختبر شهادة CCNA. بالنسبة للأهداف من هذا الكورس، ما هو الهدف أو ما هي الأهداف من هذا الكورس؟ يمكن أن ألخص الأهداف من هذا الكورس أو من هذه الدورة بما يلي. أولا، بعد نهاية هذه الدورة سوف تستطيع عزيز الطالب التمييز بين أجهزة الشبكات والفرق بين كل جهاز وآخر ووظيفة كل جهاز على حدة. سوف تستطيع أن تعمل على أنظمة التشغيل الخاصة بشركة سيسكو والتي تسمى بIOS بغض النظر عن الجهاز الموجودة بداخله. سوف يكون لديك خبرة كاملة بموضوع IPv4 والIPv6، عنوانة IPv4 وعنوانة IPv6 وتوزيع عناوين IPv4 وIPv6 على أجهزة الشبكة وطريقة التوزيع أو ما يسمى بالسكيم. في نهاية هذا الكورس سوف يكون لديك القدرة على الدخول إلى أي جهاز من أجهزة الشبكة مثل جهاز السويتش وجهاز الراوتر وجهاز الوايرلس كنترولر وإدخال الأوامر. طبعا لن تقوم بإدخال كل الأوامر، وإنما فقط سوف تتعلم الأوامر الموجودة في منهاج CCNA فقط، من أجل إعطاء أو من أجل تكوين إعدادات للجهاز أو ما يسمى بالconfiguration. وأيضا في نهاية هذه الدورة سوف يكون لديك القدرة على حل بعض المشاكل المتعلقة بأجهزة الشبكة مثل أجهزة السويتش أو الراوتر أو ما يسمى بtroubleshooting.
وسوف يكون لديك أيضا معلومات عن طرق تصميم وهندسة الشبكات وتقنية الفيرتشواليزيشن. وأيضا سوف يكون لديك معلومات عن البرامج الذكية التي تعمل في أجهزة سيسكو مثل سيسكو دي ان اي سنتر، اس دي اكسس، اس دي وان إلى آخره. وفي النهاية سوف يكون لديك عزيز الطالب معلومات عن التقنيات المتبعة لحماية الشبكات من التهديدات والمخاطر الخارجية والداخلية أيضا. طبعا في نهاية هذه الدورة سوف يكون لديك صورة كاملة عن طريقة وصل أجهزة في الواقعة في نفس الشبكة أو وصل الأجهزة الواقعة في الشبكات البعيدة باستخدام الوان، أي وصل لان مع لان، ووصل المؤسسات مع الشبكات الصغيرة المنزلية التي تسمى بالهوم أوفيس، ووصلها مع المستخدمين المتنقلين أو ما يسمى بموبايل يوزر. كل هذه الأجهزة أو الأقسام متصلة مع بعضها بالشركات التي تسمى بالسيرفيس بروفايدر أو المزودة للخدمة. طبعا سوف نتعرض إلى التقنيات المستخدمة لوصل هذه الفروع مع بعضها البعض، وصل المين أوفيس مع البرانش أوفيس مع الهوم أوفيس مع الموبايل يوزر بدون الاتصال بالإنترنت. الإنترنت يعتبر خيار إضافي يمكن للشركة أن تتصل بها أو لا تتصل، المهم هذا يعود إلى الاتفاق مع السيرفيس بروفايدر. فإذا سوف تكون قادر على وصل الأجهزة الواقعة في نفس الشبكة باستخدام أجهزة سويتش مثل أجهزة الكمبيوتر الكلاينت سلكيا أو لاسلكيا باستخدام الأكسس بوينت، أو وصلها بجهاز السيرفر، ومن ثم وصل الفرع الأول مع الثاني الواقعة في نفس اللان باستخدام أجهزة راوتر أو أجهزة مالتي لير سويتش، وطرق وصل المين أوفيس مع البرانش أوفيس الذي فيه أيضا جهاز راوتر يحتاج لي، وصل البرانش أوفيس مع الشركة المزودة للخدمة أو ما يسمى بسيرفيس بروفايدر. وهذا الأوفيس أيضا فيه أجهزة سويتش من نوع أكسس أو مالتي لير سويتش، وفيه أيضا أكسس بوينت، فيه اتصال سلكي واتصال لاسلكي أيضا. كل هذه الأمور سوف تكون مفهومة بالنسبة لك عزيزي الطالب في نهاية هذه الدورة. ربما لن تكون قادر على وصلها بشكل كامل لأنه يوجد العديد من المعلومات في دورات CCNP، ولكن في CCNA تستطيع بشكل عام أن تفهم طريقة وصل هذه الأجهزة مع بعضها وطريقة أعطائها عناوين سواء IPv4 أو IPv6 وطريقة تقسيم هذه العناوين إلى شبكات وشبكات فرعية إلى سبنيتس أيضا. فكل هذه الأمور سوف تدرسها في CCNA. طريقة الحماية الخاصة بالأكسس بوينت هذا مهم جدا جدا، وطريقة استخدام برنامج سيسكو DNA. كل هذه الأمور سوف ندرسها في هذه الدورة إن شاء الله، بالإضافة إلى معلومات عن الأوتوميشن أو البروغرامينج الخاص بطريقة إعطاء كونفيجريشن لمجموعة من الأجهزة في نفس الوقت. طبعا هذا الكورس يجب أن نحدد بشكل صريح ونكون واضحين لمن هذا الكورس. لا يمكن لأي شخص يريد أن يتعلم أن يقول سوف أريد أن أدرس CCNA، فيجب أن يكون هناك أساسيات، وهذه الأساسيات سوف أحددها حاليا. فإذا هذا الكورس هو عبارة أو هو خاص للمهندسين، مهندسي الاتصالات المبتدئين. ضروري كل مهندس اتصالات مبتدئ أن يأخذ هذا الكورس. مدير الشبكة أي المسؤول عن أجهزة الشبكة سواء كان في كلية أو جامعة أو مدرسة، التقني المسؤول عن الشبكات، وطبعا التقني مرتبته أقل من الادمينستريتر، دائما التكنيشن مرتبته أقل من الادمينستريتر، والادمينستريتر مرتبته أقل من الانجينير. وبالنسبة للتكنيشن الخاص بالهيلب ديسك المسؤول عن أجهزة الكمبيوتر من ناحية تنزيل نظام تشغيل ويندوز، تنزيل البرامج، حل مشكلة الأجهزة في حالة حصول دخول فيروس إلى آخره، هذا ما يسمى به Help Desk Technician. فهذه الفئات يجب أن تأخذ شهادة CCNA وتتدرج بعد ذلك إلى CCNP ومن ثم إلى CCIE أو تختص في شهادة أخرى. ما هي الأمور الضرورية التي يجب دراستها قبل هذه الشهادة؟ يجب أن يكون الشخص ملم بجهاز الكمبيوتر من ناحية مكوناته الداخلية، طريقة توصيل هذه المكونات، فائدة كل جزء من أجزاء الكمبيوتر، لأنه في النهاية كل أجهزة الشبكات من في الداخل لها ذاكرة رام، لها معالج بروسيسر، لها مكان لتخزين البيانات سواء كان هارد ديسك أو فلاش إلى آخره. طبعا هذه المعلومات من أخذ شهادة أو درس دورة كمبيوتر A بلس يجب أن يكون قد أخذ هذه المعلومات كلها، وأيضا يجب أن يكون له خبرة في أنظمة التشغيل سواء ويندوز 10 أو لينكس أو أنظمة الماك إلى آخره، وأيضا هذه المعلومات موجودة في كمبيوتر A بلس، فمن درس كمبيوتر A بلس يكون قد درسها بشكل تلقائي. ويجب أيضا أن يكون قادر أو له بعض المعلومات أو لديه بعض المعلومات في مجال الإنترنت، كيف تعمل الإنترنت، في مجال DNS، كيف يتم فتح الويب سايت، ما هو بروتوكول HTTP إلى آخره، وهذه المعلومات موجودة في دورة النتورك بلس.
وبالنسبة لتوزيع عناوين IP على أجهزة الشبكة أيضا، ما هو عنوان IP، ما الفائدة من عنوان IP، كل هذه المعلومات ضرورية قبل الدخول في دورة CCNA. هذا ليس معناه أنك لن تدرسها في CCNA، ولكن يفضل أن تأخذها قبل أن تدخل CCNA. أي يفضل أن يأخذ الطالب شهادة أو يدرس، ليس من الضروري أن يأخذ الشهادة، يفضل أن يدرس دورة كومبيتيا A بلس وبعدها كومبيتيا نتورك بلس أو N بلس ثم يدخل في CCNA. سوف يجد CCNA أكثر سهولة. الآن سوف أتحدث عن المواضيع التي سوف تأتي في الاختبار، اختبار هذه الدورة. طبعا هذه الدورة مقسمة إلى عدة أقسام. القسم الأول يسمى بالنتورك فاندمنتالز أو أساسيات الشبكة، ويأتي في الاختبار غالبا عنها أسئلة بما يعادل 20%، ومن ثم نتورك أكسس أو طريقة الدخول إلى الشبكة والمواضيع الخاصة بأجهزة السويتش، ومن ثم IP connectivity والمواضيع الخاصة بعنوانة أرقام الـ IP سواء V4 أو V6، ثم الـ IP services الخدمات الخاصة بالـ IP مثل الـ DNS الـ DHCP إلى آخره. وبالنسبة لأساسيات الأمن والحماية ليس بشكل كامل وإنما بشكل مبسط، من أجل طبعا التخصص في مجال السكيورتي يجب دراسة الدورة الخاصة بمجال الأمن والحماية. وهناك القسم الجديد الذي دخل إلى CCNA وهو الأوتوميشن والبروغرامابيليتي، أي البرمجة وطريقة أتمتة الأجهزة بشكل تلقائي، فأيضا في هذا الجزء سوف ندرس الأدوات التي تستخدم لذلك وبعض المعلومات الخاصة بالبرمجة. طبعا إن جميع المواضيع الخاصة بذلك موضحة في الموقع التالي لشركة سيسكو، ويمكن النقر على أو الدخول إلى الموقع مباشرة. هذا هو الموقع، المواضيع الخاصة بالCCNA الجديدة والتي تحتوي على الأقسام الستة التالية، وكل قسم فيه المواضيع التي يجب أن يتم دراستها قبل التقديم أو محاولة اختبار أو محاولة تقديم الاختبار الخاص بهذه الدورة. هذه هي المواضيع، طبعا سوف أدرسها أو سوف أقوم بتغطيتها بشكل كامل وموسع في هذه الدورة. هذه هي المواضيع، يجب وضعها جانبا، وفي نهاية الدورة التأكد فيما إذا تم تغطيتها بشكل كامل أم لا. الآن بالنسبة لموضوع الاختبار واجتياز الاختبار، بعد أن تجتاز عزيزي الطالب الاختبار سوف تحصل على تقرير أو ريبورت مباشرة بعد الاختبار، وهذا الريبورت يحدد لك فيما إذا كانت النتيجة pass أو fail والسكور الذي حصلت عليه، بالإضافة إلى معلومات خاصة بك مثل الاسم والID. فإذا هذا التقرير يأتي بعد اجتياز الاختبار مباشرة، لا داعي لأن تنتظر إلى فترة يوم أو يومين أو حتى ساعة أو خمس دقائق، مباشرة تحصل على هذا التقرير. أما الشهادة فهذا موضوع مختلف. هذه هي الشهادة التي يمكن أن تصلك بعد 3 أسابيع أو شهر، طبعا إذا كان العنوان البريدي صحيح. في هذه الشهادة يوجد الاسم الكامل Cisco Certified Network Associate، لن يكون فيها Routing and Switching، هذا مثال لشهادة قديمة لن يكون فيها Routing and Switching، فقط Cisco Certified Network Associate. وطبعا تاريخ تقديم الاختبار وتاريخ انتهاء الشهادة، فدائما المدة 3 سنوات، دائما مدة صلاحية الشهادة 3 سنوات. وبالنسبة للأسئلة التي تأتي في الاختبار فهي إما أن تكون من نوع Multiple Choice Single Answer، أي عدة خيارات والصح فيها يكون خيار واحد فقط، مثل هذا السؤال الذي فيه عدة خيارات ولكن يمكن النقر على خيار واحد فقط. طبعا كيف يمكن تمييز هذا النوع من الأسئلة؟ في هذا النوع الخيار يكون بجانبه الدائرة. النوع الثاني وهو Multiple Choice Multiple Answer، وهنا يكون لدينا عدة خيارات ويمكن أن يكون الجواب الصحيح أكثر من جواب واحد. كيف نعرف ذلك؟ في نهاية السؤال يكون choose 2 أو 3 أو 4 إلى آخره، وهذا النوع من الأسئلة يكون بجانب الخيار إشارة مربع، يمكن تحديد أكثر من خيار. طبعا حتى تأخذ علامة هذا السؤال يجب أن تكون الخيارين أو 3 خيارات صحيحة، لا يمكن أن تأخذ علامة هذا السؤال إذا اخترت خيار واحد صح و2 غلط أو 3 غلط. هناك سؤال جديد يسمى بـ Order of Operations. ما هذا السؤال الجديد في CCNA؟ في هذا السؤال يطلب منك أو يوجد مجموعة من العمليات المتسلسلة التي تحدث عندما يتصل جهاز مع جهاز آخر، فالمطلوب منك عزيزي الطالب هو ضبط هذا الأوردر أو تحديد العملية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. والسؤال الرابع وهو Drag and Drop، في هذا النوع يتم السحب والإسقاط. سحب ماذا؟ سحب السؤال الصحيح أو الجواب الصحيح من هنا وإسقاطه في الجانب الأيمن، وترك الجواب الخاطئ هنا وعدم سحبه إلى الجهة اليمنى، فهنا يسمى بالسحب والإسقاط. سحب ماذا وإسقاط ماذا؟ سحب وإسقاط الجواب الصحيح.
طبعا الخبر السار جدا جدا انه لم يعد في هذا الاصدار من السي سي ان ما يسمى بسيميليشن كويشن، والذي كان بمثابه المشكله او المعضله لمعظم طلاب السي سي ان، لان عدم حل هذا النوع من الاسئله الذي كان بحدود سؤالين او ثلاثه او اربعه، عدم حل اي سؤال من هذه الاسئله كان يؤدي الى رسوب الطالب. ففي هذا النوع من الاسئله كان يحتاج الطالب الى النقر على جهاز الكمبيوتر هذا، ثم يظهر له الشاشه السوداء، وبعد ذلك عليه ادخال الاوامر، وذلك بحسب السؤال الموجود او المطلوب من او المطلوب في السؤال. فإذا مثل هذا النوع لم يعد موجود، مثل هذا النوع من الأسئلة لم تعد موجودة في الإصدار الحديث. بالنسبة لسعر وتكلفة الاختبار، طبعا بالنسبة للاختبار هناك شركة مسؤولة عن الاختبارات تسمى بيرسون في يو اي. هذه الشركة عندها ترخيص من سيسكو، من مايكروسوفت، من شركات أخرى بأن تقدم الاختبارات أو خدمة الاختبارات للطلاب. فهذه الشركة يتعاقد معها مراكز خاصة لتقديم الاختبارات تسمى عادة بـ Authorized Centers. فمجرد أن تجد هذا الشعار في مركز ما Person VOE Authorized Test Center، فهذا يعني أن هذا السنتر يمكنه تقديم أو يمكنك أن تذهب إليه وتقدم اختبارات CCNA أو اختبارات مايكروسوفت أو شركات أخرى من شركات الـ IT. طبعا بالنسبة للهند، باعتبار أنني موجود حاليا في الهند، فإن تكلفة الاختبار في الهند بدون ضريبة $195، ويتم إضافة ضريبة 35، فالناتج هو $230، يختلف من بلد إلى آخر. بالنسبة للكتب التي أنصح الطالب أن يقدمها أو أن يدرس منها هما الكتاب التالي، فوليوم 1 لـ CCNA 200 و301، وفوليوم 2، كلاهما كتابين منفصلين، أو يمكن أن يكون هذين الكتابين في كتاب واحد تحت اسم CCNA's Official Cert Guide Library. هذا هو الكتاب الذي يضم الكتابين السابقين، فكلاهما أو كلا الطريقتين يمكن استخدامها لدراسة CCNA. هذا الكتاب متوفر بملف PDF يمكن دراسته من جهاز الكمبيوتر، وأيضا الكتابين السابقين. بالنسبة للبرامج التي سوف نستخدمها في هذه الدورة، البرنامج الأول أو ما يسمى بـ Network Simulation Tool، البرنامج الأول وهو سيسكو باكيت تريسر، والبرنامج الثاني وهو GNS3. طبعا الباكيت تريسر أسهل من GNS3، بينما GNS3 أفضل من ناحية العمل عليه، من ناحية النتائج، من ناحية عدد الأوامر المتاحة فيه، ولكن مستواه متطور أكثر من الباكيت تريسر. بالنسبة للCCNA يكفي أن تستخدم الباكيت تريسر، ولكن أفضل أن يتمرن الطالب في هذه الدورة على طريقة استخدام GNS3 قبل الانتقال إلى دورة CCNP.